الكلام طبعا كابتن محمد التجديد وتاني نفس القصه. الحمد لله. والله يا كابتن هيثم الواحد بقى له 20 سنه في النادي، فطبعا الحمد لله مبسوط بالتجديد في النادي، واتمنى ان شاء الله الواحد يستمر 20 سنه كابتن محمد. الحمد لله. في لحظه تسيب النادي؟ لا خالص، يعني الحمد لله. الواحد طبعا انت عارف قد ايه الواحد اهلاوي من صغري، وانا بحب النادي والبيت كله برضو عندي اهلاوي، ومن ساعه ما كابتن سيد قعد معايا خالص وانا صغير من البدايه وكده، والحمد لله. يعني يا رب ان شاء الله نكمل المسيره ونختم حياتنا في النادي ان شاء الله. طب كابتن، يعني خلينا نتكلم انه انت ما شاء الله لسه راجع من اسبانيا ولعبت مباريات هناك، وبرضه انا كابتن سيد برضه راجع من تركيا، فعايزين نوضح للساده المشاهدين يعني ازاي بتلعب في اسبانيا وازاي ماضي مع النادي الاهلي، يعني فاهم الساده المشاهدين، لان برضه الموضوع ده ممكن شويه فيه لبس مش فاهمين يعني الموضوع ايه. اتفضل يا كابتن. والله يعني بنحاول على قد انا وكابتن سيد واللعيبه برضه معانا في النادي اللي احنا نحاول نلعب في انديه بره في اوروبا، في دول اللي هي تسمح ان احنا نلعب في النادي الاهلي، عشان نعرف يعني في دول زي المانيا وفرنسا ما بين يعني لازم نسيب النادي الاهلي، لازم تتفرغ له. بالظبط. فبنحاول انا وكابتن سيد واللعيبه برضو بتاعه النادي اللي احنا نحاول نلعب هنا او هنا تاخد خبرات. بالظبط. نعم. ففي دول معينه بتسمح، منها اسبانيا ومنها تركيا، وفي دول تانية برضو زي السويد والتشيك اعتقد والحاجات دي بتسمح، فعشان نقدر يعني نوزن الامور شويه عشان نقدر نلعب برضو هنا ونقدر نلعب هنا يعني. طب اقول لك يا كابتن محمد، يمكن انت موسم جيد الحمد لله عملته، رحت الاولمبياد مع المنتخب وكنت متواجد معاهم، يعني قصدي اقول ان الموسم بالنسبه لك كان ناجح. واكيد ده بيبقى ليه انطباع بعد ما بتخلص بقى الموسم، سواء مع المنتخب وافريقيا، سواء هنا سواء هنا، سواء مع النادي، بتروح اوروبا بيبتدوا اكيد المنظور بيختلف. اكيد الكلام ده صح؟ مظبوط. يعني دليل كمان بعد بطوله العالم اللي احنا قدناها مع المنتخب الحمد لله الفتره اللي فاتت، يعني بقى في طفره يعني حصل الفتره اللي فاتت في المنتخب فعلا، واللعيبه كلها كانت على قد المسؤوليه، سواء يوسف او شادي او شومان، ف دليل اللي هو ممكن يجي لنا عروض احتراف والناس بتبقى عارفانا اكتر، بتبقى في رهبه اكتر. بان كمان في الماتشات اللي هي القويه جدا مع منتخب كوريا ومنتخب هونج كونج، كانت الناس عامله حسابنا. فهو الموضوع كله بس اللي انت لازم تبقى مصدق نفسك، تبقى واثق في نفسك، وممكن نفسك فعلا حلو. ما دي حقيقه اللي احنا يعني اول مره في التاريخ اعتقد ندخل الدور ال 16 في بطوله العالم، ده دليل اللي احنا كنا مصدقين نفسنا. وكنت انا اول مره ابقى كابتن فريق في التوقيت ده، فمن خلال خبراتي قبل كده مع كابتن سيد وكابتن احمد صالح يعني الجيل القديم شويه، قدرت ان انا احاول اوصل ليوسف وشومان وشادي اللي احنا ممكن نعمل حاجه ما حصلتش قبل كده، فرصه نمسك فيها. والحمد لله اللي احنا قدرنا ندخل دور ال 16، ده كان اول مره في التاريخ يعني نقدر نعمله. وصدقني والله يا كابتن ياسر، من الفتره الجايه لو اشتغلنا على نفسنا اكتر ممكن البطولات الجايه نعمل حاجه كمان احسن. طب يعني برضو اشتغلنا على نفسنا، انا برضو يعني عايز يعني توضيح اكتر، هل لازم الاتحاد يرعى كمان اللعيبه بشكل جيد؟ هل انتوا كم محتاجين معسكر كمنتخب، ولا ممكن من خلالك انت المجهود الشخصي بالتنسيق مع النادي ووجودك في اوروبا في مباريات ده كافي؟ يعني هل الاتحاد ليه دور، ولا الموضوع كله بيلقى على عاتق النادي؟ هو الاتحاد طبعا ليه دور والنادي ليه دور، هم بيحاولوا يساعدونا على قد ما يقدروا، وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه كل القصه يعني بيساعدونا. بس هي الدور كمان بيبقى انا حاسس ان هو بيبقى اكبر شويه على اللعيب، زي مثلا انا في لعبه كتير متفرغه، فانا بشوف الموضوع ده مهم جدا، اللي انت لو بتشتغل يعني شغل بس احترافي تنس طاوله، بس بتفكر في تنس طاوله بس ما عندكش شغل تاني او الكلام ده، اعتقد الموضوع ده بيفرق. الموضوع ده فادني كتير جدا الفتره اللي فاتت بعد ما خلصت جامعه وخلصت جيش، ويعني انا ما بشتغلش، فابتديت خلاص اللي انا دماغي كلها في تنس الطاوله، فحسيت ان انا بقى عندي تطور وعندي طفره، ومعظم اللعيبه اللي في المنتخب اعتقد في النادي الاهلي برده ما بيشتغلوش كتير، فالموضوع ده فارق يعني.